لها نرزف لها نرزف نرزف لها نرزف لها نرزف يا بلادي هلمها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المواطن الإماراتي الأستاذ سعادة الأستاذ محمد اللغداني، وهو صاحب ومدير عام شركة هوليدي للسياحة والسفر في إمارة أم القوين. يعني دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم ونعرف ما هو سبب تميزه. بالبداية أستاذ محمد، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. والنعم وأسعد الله فيك يا سيدي. الله حيك. يعني أستاذ محمد، كما جرت العادي في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، يعني أن نرجع للبدايات، يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن البطاقة التعريفية لحضرتك، وباختصار أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية. تفضل يا سيدي. اولا انا من مواليد ام القوين. نعم. حياتي العلميه وصلت لمرحله الثانويه. نعم. ووقفت عليها. نعم. فطلعت قلت اشوف لي شغله خارج الدراسه، البزنس الخاص. البزنس الخاص. نعم. فمع الاستشارات مع التساؤلات من الناس اللي حوالي واهلي وقرايبي، قلت ابطل لي محل سفريات، مكتب. نعم. سفريات. نعم. فلان شفت في السفر له مواسم، وغير كذا انا اشوف انه ما شاء الله في اماكن برا، بلدان برا، دول، الاجواء. نعم. السياحه غير يعني غير عن اجواءنا هنا في الامارات. نعم. فشيء عجبني وقلت ليش ما اجرب هذه، لان انا اصلا ما عندي اي علم، ما عندي اي فكره عن مجال السياحه. نعم. فهي ليش ما انا اجرب شيء جديد، اعمل شيء جديد كاتعلم. هي مش غلط الواحد يتعلم من أكيد. الصفر اكيد مشوار 1000 ميل يبدا بخطوه يا سيدي. صحيح صحيح. نعم. وانت ما شاء الله عليك يعني ابن بار لهذا الوطن الحمد العزيز الغالي. يعني الحمد لله. يعني نتكلم عن شركه هوليدي للسياحه والسفر، ونتكلم عن الخدمات اللي بتقدمونها من داخل هذا المكان يا سيدي. ما هي الخدمات التي تقدمونها؟ الخدمات هي حجز تذاكر. نعم. عمل تاشيرات لكافه الجنسيات. نعم. مثلا اذا انت بغيت باكج معين انت تبغيه لاي بلد، اي دوله، اي مكان، مع توفير الفنادق، مع توفير سائق اذا انت تبغي سياره. نعم. اي شيء. أيوة. الحجوزات اللي انت تبغيها. نعم. متوفره على حسب الطلب. نعم. وكمان بعد عندنا السياحه في دوله الامارات. نعم. اللي هي مثلا السياحه الداخليه. السياحه الداخليه. نعم. وحاليا تركيزنا احنا الحين كله في السياحه الداخليه في دوله الامارات. نعم. في هذه الاوضاع اصلا التركيز صعب، صعب ان السفر خارج بسبب جائحه كورونا. نعم. نتكلم عن تطور قطاع الطيران والسياحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. إلى أين وصل؟ وأكيد هناك في منافسة شريفة وعالية في هذا المجال. أكيد. أين ترى نفسك أستاذ محمد اللغداني؟ إن شاء الله. أنا مش حاط هدف أن أوصل لمكان، أنا معتمد على شغلي. نعم. معتمد على الناس اللي معاي، الشركات الطيران اللي موجودة معاي وحوالي. نعم. نحن كلنا من مستوى واحد، ما في حد فوق حتى حد.
على حسب الشغل، على حسب المواسم. نعم، يعني ايضا استاذ محمد الغداني يعني اكيد من خلال جولتنا الاعلاميه في اماره ام القمين يعني وجدنا الاستاذ محمد، ومن خلال ايضا معدينا لبرنامج كفاءات الامارات وكلنا زايد الاستاذ بشار جنيدي ومحمد الروسان والمخرج الكبير المعروف الاستاذ محمد السردي، والنعم بحالك. يعني نتكلم عن يعني عن تطور هذا القطاع داخل دولة الامارات العربية المتحدة، ونتكلم عن رؤيتكم المستقبلية ان شاء الله خلال 5 سنوات قادمة باذن الله. الحمد لله القطاع السياحي في دولة الامارات في تطور بين فترة وفترة، في اشياء كثيرة الحمد لله قامت تطلع، منها مثلا انت ما محتاج تسير برا، كل شيء موجود في الامارات عندنا هنا. شو بغيت انت موجود مثلا الحدائق الالعاب المائيه في جونا الحاليا الحار مثلا المناسب للعائلات. نعم. منها الكبار والصغار. نعم. فانت شو تبغي مثلا موجود. نعم، يعني هل الاسعار في متناول ايدي الجميع، وهل هناك عروض خاصه مقدمه من شركه الهوليدي للسياحه والسفر؟ اكيد. نعم. اكيد في عروض، على ارجع واقول لك على حسب الباكج ولا انت اللي تطلبه، انت. نعم. اللي تحدد شو المطلوب، تبغي مع فندق، او في عندي انا كم من واحد كم كذا شخص يجي يقول انا ابغي تذكره بس، خلي الفندق انا بختاره وخليني انا اروح بدون سياره، بس بده حجز طيران، بس حجز طيران وانا لوحدي يعمل الباكج. نعم. مع انه في الباكج جاهز واقول له في كذا وفي كذا، بس نصهم يقولون لا انا ما نبغي سياره، ما نبغي مرشد سياحي. نعم. والوحدنا نقدر نروح ونجي ونستكشف الاماكن. نعم. فاختياري هو مش اجباري. نعم. يعني ايضا بدنا نتكلم عن الستاف وفريق العمل الموجود معك، على اي اساس تختار فريق العمل الموجود معك يا سيدي؟ شوف، فريق العمل معي انا مختارنهم على حسب السي في، لما قدموا اوراق العمل عندي على حسب خبرتهم، على حسب شغلهم على الكمبيوتر، هل عارفين الشغل والبرامج حجز التذاكر والتعامل مع الناس، تعامل مع المتعاملين هنا معنا. نعم. هذا أهم شيء عندي. نعم. لكن إن ما في بدون خبرة هذا صعب، هذا يبغى له تعليم من أول وجديد. نعم. فالحمد لله أنا عندي موظفتين حالياً. نعم. واحدة من الجنسية الهندية والثانية من الجنسية الفلبينية. نعم. الحمد لله شغالين مع بعض وكلنا بيد واحدة إن شاء الله. كعائلة واحدة. أكيد. نعم. أكيد. يعني أستاذ محمد الغداني إحنا سعيدين في لقائك وأنا أسعد في هذا البرنامج الكبير الوطني الهادف كفاءات للإمارات وكلنا زايد. يعني أيضاً من خلال جولتنا الإعلامية في إمارة أم القوين يعني وجدنا الأستاذ محمد الغداني وشركة هوليدي للسياحة والسفر. نعم. يعني يمتاز بشعبية عالية. السؤال يا سيدي، كيف أجد هذه الشعبية؟ الحمد لله نحن في مقيوين ايد وحده واخوان وكلنا عارفين بعض في الاماره هنا. نعم. فالحمد لله مكان عن طريق شغلي، عن طريق تعامل الناس، الناس يجوا يكتشفوا ان هذا مكتب في رجل اماراتي شغال معاهم. نعم. فيصدق بالتعامل ايضا. ايوه. نعم. انا من لوحدي جالس معاهم واشتغل معاهم واي حد مثلا عندي الموظفين ما يتكلمون عربي ابدا. نعم. اللغه اللي يتعاملون فيها انجليزي بس. نعم. فانا موجود هنا الحمد لله اترجم للناس واشوف هم شو الحجز اللي يبغوا، شو التاشيره، شو المعامله اللي يبغوها. نعم. انا اشتغل معاهم او ان اترجم لهم. نعم. والحمد لله شخص عن شخص الإمارة كلها عرفت، ما شاء الله الشغل وصل للفجيرة كمان. ما شاء الله. في ناس تحجز من عن طريق الفجيرة. نعم. الحمد لله. نحنا شعوب لها
وحده تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب اللي طال صاير داري لا تقرب لماها لا تقرب منازلها. نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لك؟ وماذا تنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية مثلا؟ تفضل. أول شيء للأمن والأمان هنا في الإمارات ما في أي كلام عليه. أنت تروح أي مكان أبدا ما تخاف من أي شيء، لو حتى تطمن يعني. مأمن على أهلك وحلالك. مأمن أي مكان أنت تروح له في داخل دولة الإمارات الحمد لله ما في أي خوف على أي حد. ماذا تنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية؟ طبعاً هذه فرصة لهم كمستثمر جديد داخل دولة الإمارات، مثلاً في شيء جديد راح يجيب شركة جديدة استثمار جديد منتج جديد، هذه فرصة لهم أن تطلع شيء في دولة الإمارات. يعني أيضا دولة الإمارات بلاد خصبة للاستثمار. طبعا نعم أكيد. يعني أكيد. وفي تسهيلات يعني كبيرة يعني. أكيد. الحكومات الموجودة داخل دولة الإمارات العربية. وخاصة يعني حاليا في دولة الإمارات عندنا يغتنمون هالفرص كمواطنين كدولة أن تغتنم فرصة حتى لو أي جنسية كانت، مش شرط مواطن، مع فكرة مع شركة مع مشروع داعمين له بكل شيء. نعم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أيضا الإكسبو قادم. طبعا. نعم. طبعا الإكسبو قادم وكل شيء مثلا. قادم بقوة أيضا. أكيد أكيد. فالكل طبعا موجود. مجهز حاله. مجهز حاله كل شيء الأشياء الموجودة الشركات كلها راح تكون موجودة. نعم. الاستعداد. أكيد أكيد. نعم. يعني ايضا في غالب لقاءاتنا مع المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة دائما ما نستذكر ابونا يعني ومؤسس هذه الدولة الشيخ زايد، الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة باذن الله. امين. يعني عن مكارم الشيخ زايد وانت ابن بار لهذا الوطن يا سيدي، يعني نعم عن مكارم نعم الشيخ زايد ماذا تحدثنا يا سيدي؟ والله في اشياء كثيرة ما اقدر اوصف، يعني الحمد لله على خطى الشيخ زايد رحمة الله عليه ما كنا وصلنا للمريخ والحمد لله، يعني لسه في أشياء ثانية، ويعني هذا شيء نحن نفتخر فيه وغير إن وإحنا كمان نفتخر فيه كمواطنين وكوافدين كأنتو كأخواننا. نعم لازم نشارك معاكم هاي الفرحة أصلاً. النصيحة لكل شاب لكل واحد يبغي يبدأ مشروع أو يبغي يبدأ فكرة أو شيء بسيط، أبدا لا تتردد حتى لو الناس أو حد اللي حواليك حطمك أو قال لك ما تقدر ما تنفع ما يستوي، أبدا لا تسمع كلامه، وأنت ممكن تغير نظر الدنيا نظر الناس نظر اللي حواليك بالشيء اللي انت تقدر تستطيع انك تسويه او تكبر فيه او الناس تشوفه. فابدا بغيت انت تسوي شيء بغيت اعمل لنفسك. نعم. حاول انت ثابر اشتغل على نفسك وان شاء الله بالاخر راح تشوف نفسك مكان ثاني. نعم. والحمد لله الدولة مساعدتك في كل شيء كتصاريح كمساعدات كتساهيل في المعاملات في أي شيء في الدوائر الحكومية كان في الإمارة نفسها. فالحمد لله على كل حال يعني لا 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 توقف لا تحبط الأمل أبدا لا تيأس. نعم. فخلك مثابر خلك مركز على الهدف اللي أنت تبغيه وإن شاء الله راح توصل بالأخير. أشكر صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ولي العهد الشيخ محمد بن زايد حاكم إمارة أبو ظبي، والشيخ محمد بن راشد ولي العهد وحاكم إمارة دبي،
واشكر الجهود اللي يبذلونها، واشكر خاصة إمارة أم القيوين وكافة الشيوخ حكام دولة الإمارات. نعم، يعني أعزائي المشاهدين في هذه الكلمات الطيبة لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة الأستاذ محمد اللغداني، وهو صاحب ومدير عام شركة هوليدي في إمارة أم القيوين، وكنت ضيف عزيز غالي على برنامجنا برنامج كفاءات للإمارات، وكنا نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح. أجمعين يا رب. ونشكرك أيضا على حسن استقبالك لفريق قناة الخليجية. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها.